رازمري. مساء الخير مشاهدينا، مرحبا بكم في هذا البث المباشر والحوار رفقة الفنان معاد قباب، خليفة الشاب عقيل الله يرحمه. معاد من الأصوات الرائعة وبغي يشق طريقه خطوة خطوة باش يوصل إن شاء الله يكون من نجوم المغاربة والعرب، لما لا، من الأصوات المتميزة. وتعرفوا على الصوت ديالو اليوم، نتمنى أنه يعجبكم. مازال صغير، الحلم ديالو أنه يكون فنان مشهور. نتمنى الدعم من المشاهدين كاملين اللي يتفرجوا في هذه الحلقة اليوم. مرحبا بك معاد. أولا شكرا، ربي يخليك وشكرا على الاستضافة. ربي يخليك معاد، سمعت الصوت ديالك ما شاء الله، صوت متميز، وبزاف ديال الناس اللي كيشجعوك واللي قالوا لي معاد من الأصوات الرائعة، صوري مع معاد، معاد صوته زوين. بغينا نكتشف هذا الصوت، كيفاش اكتشفتي الموهبة ديالك أول مرة، وعلاش بالضبط مشيتي اللون ديال الراي؟ كنعرفوا أن الراي من الألوان اللي صعيبة، وصعيب أي واحد يغني الراي. كيفاش تمشيتي ليه؟ كيفاش علاقتك مع الشاب عاقل الله يرحمه؟ يعني علاقة روحية كتبغيه، واخا إنسان اللي هو مات وفنان اللي عطى شيء كثير. فنبداو بأول حاجة، أول مرة كتبتي من بعد الغناء وعرفتي عنك الصوت. انا كنت صغير، كانت عندي 13 عام 14 عام، يعني كنت كنغني بحال ما كان مع لافامي وبحال ما كان مجموعين كيقولوا معاد راه صوته زوين، معاد صوته زوين، وصافي كيزعموني كنوض كنغني صافي. عندي واحد الخال الله يخليه لي اللي بقاو بيا وبناتي بقاو كيقولوا لي راه صوتك زوين صوتك زوين، صافي وبديت كنغني. دخلت لدار الشباب هي اللي بحال زعماتني شويه، شنو كتعلم فيها؟ بديت كنوض كنغني قدام الناس، حيدت مني الحشمه. كنت مع واحد الجمعيه اللي هي طلائع فرع البرنوسي اللي كنوجه لهم تحيه من المنبر، ومن تما بدات الانطلاقه ديالي. وهادشي اللي كاين. بعد دعمك العائله ديالك، ماماك وباباك ما كانوش معارضين؟ يقول لك لا، خصك دير في قرايتك وخدمتك، ما تمشيش للفن. هي الصراحه ماما كانت كتدعمني وبابا كان باغيني نقرا، وانا يا يعني يعجبني الغنى وكملت في الغنى. شنو الامنيه ديالك تكون؟ الامنيه ديالي نكون مغني معروف وصوتي يوصل للناس كاملين ان شاء الله يا ربي. معاد، كاينين برامج فنيه ديال اكتشاف المواهب اللي كتبين، هي اللي كتساعد اكثر الفنان على انه يظهر اعلاميا، وان الصحافه تعرف عليه واعلاميا يتعرفوا عليه، كذلك الجمهور يتعرف عليه، لا في المغرب لا خارج ارض الوطن. ما فكرتيش تشارك في بحال هاد البرامج، لا سواء في المغرب بحال ستوديو دوزام، ولا خارج المغرب ذا فويس، ولا عرب ايدول، اكس فاكتور؟ دابا حاليا ستوديو دوزام مابقاش كيكون، مي دو فويس وعرب ايدول اكسيتيرا، دوك ان شاء الله كنبقى نشارك فيهم ان شاء الله. ان شاء الله يعني نقدر نشوفك ضروري ان شاء الله في القريب ان شاء الله. ان شاء الله الاسبوع شو وقتي نتسنى الصوت ديالك، غير شي حاجه عاقل باش نهضر على علاقتك بعاقل. يسالوني عليها وجيبوا لي اخبارها، ويلا راهي مغبونه ولا مهنيه، ولا ما زال هتجبد عليا، ولا خلاص راي ناسيا. ما تحكولهاش واش راه صاري بيا، ملي نبكي كي نتوحشها، باش لي ولات لي سي تقدر تبغيني، سي با باسكو جفيتها. مازال عشقك في البال وننساك محال، ياللي نسيتينا. برافو عليك. شكرا. شكرا. عمرك تنساها الوالدة. عرفتك غتقول عندك، حيت كتشوفي. هاي اللي كاينة. الله يخليها لك يا ربي. شنو تبغي تقول لها اليوم؟ لأن الأكيد على أن الأم هي اللي كتكون السند ديالها كاملة، كتكون السند للفنان، توقف معاك، كتكون معاك، لأن ما كيحس بالكبدة غير اللي مجربة، وهي أم أكيد مش عندها أحسن حاجة في الدنيا. فاليوم عبر العالم شنو تبغي تقول لها قدام الناس كاملين كيتفرجوا؟ من القلب ديال طفل، ماشي ديال ابن بدا يكبر وخدام وحس بكتافه، ديال طفل الام ديالو، شنو الرساله اللي تقول لها؟ كنبغيها بزاف، هذه هي احسن كلمه نقول لها. علاش حبتيني في الاخر؟ حيت واخا نقول لها نقول راه عارفه شنو كاين، عارفه داك الحب اللي كيجمع بيني وبينها، وحنا راه يعني اكثر من صحاب، كنتعاودو كلشي، كنخرجو بجوج، كنلعبو، كنديرو أي حاجة بجوج،
طريبيه كنلعبو كنضاربو ما كنخليهم ما ندير. الله يخليها لك يا ربي وتفرح بها وتفرح بك ملي تخدم هذا تهلا فيها. مهار اللي فيها من دابا مهار اللي فيها. الله يخليك يا ربي. علاقتك الروحيه بالفنان عاقل الله يرحمه، بزاف ديال الفنانين اللي سمعوا الاغاني ديالو اولا ملي مات عاقل تعرف اكثر، خصوصا بالاغاني اللي كان كيدير اللي كانت فيها دي ميساج، وهو من الاصوات ديال الراي الرائعه. فعلاقتك الروحيه معاك كنتي كتسمع الاغاني ديالو وكان عزيز عليك، قرب من كيفاش شقتي عاقل. انا الصراحه انا قبل ما يموت الله يرحمه ما كنتش كنتصنت ليه، ملي مات الله يرحمه عاد وليت كنتصنت ليه، ويعني تشبتت به اكثر وجاني صوتي قريب ليه بزاف، وليت كنحفظ الاغاني ديالو اكثر. بحال ما كنكونوا في دار الشباب ولا شي بلاصه كيقولوا لي راه صوتك كيميل العاقل بزاف، صافي بقيت كنغني عاقل. وان شاء الله الكوفر الجاي غيكون ديال عاقل، يكون ديال عاقل اوماج العاقل. اين اغنيه اختاريتي؟ خليها مفاجاه ان شاء الله باذن الله. نتمنى انك توفق فيها. الحلم ديالك انك تطلع على منصات المهرجانات الكبار بحال الموازين، مهرجانات ديال قوافل ولا مهرجانات اخرى اللي معروفين في المغرب وخارج المغرب، حلم عندك هذا بغيتي تحقق؟ يعني اي فنان كيشق طريقه للفن يعني الحلم ديالو يطلع سيغ سين في موازين وفي اي مهرجان كبير، وحتى انا كنتمنى ان شاء الله نكون من ضمن الفنانين اللي نكون في موازين وفي كاع المهرجانات ان شاء الله. ان شاء الله نسمع منك شي حاجه. نغنيو العاقل نيت اليوم اليوم غير عاقل الله يرحمه. ديروا لها العاقل بلي راني نبغيها ومازال هي عمري، وراني معاها انا في دال جامي شونجيا، راني وديروا لها العقل بلي راني نبغيها ومازال هي عمري، راني معاها انا في دال جامي شونجيا، راني قولها للناس جينيرال هي عمري، نخمم فيها ليل ونهار ماشي غار دي. شكرا. برافو عليك فريمون، برافو عليك ومن الاصوات الرائعه مشاهدينا. يعني بلا ميكرو بلا موسيقى بلا حتى شي حاجه، صوت متميز ورائع. نتمنوا بحال هاد الشباب اللي نشجعهم اننا نشوفوهم في الساحه الفنية المغربية، نتمنى له كل التوفيق ان شاء الله باذن الله، وتشوفوا ان شاء الله في قريب فنان. شكرا. انا كنوعدك غنعاونك قدام الناس. ربي يخليك. كلمة أخيرة للجمهور. كلمة أخيرة كنقول لهم يدخلوا يدعموني على القناة ديالي يوتيوب معاذ قباب، وان شاء الله غيكون غير الخير وغادي نحط ديكوفر زوينين وغيعجبوكم. وكنشكرك انت سي اختي ماريا على هذه الاستضافه وشكرا. ربي يخليك. تبارك الله عليك. غنختمها معاك بشي اغنيه ما سخيناش. هاد المره نغني الكوفر اللي حطيت هاد المره على يوتيوب ديال مهدي موزين تو تحيه لي. يا مازال نتوحشها وندير في الماشي هي لبسي ديال العقيل لا ديال شبايا انا وليدي. لا مازال تفكرها وندير ابل ماسكي مالاليز. لا راني مالاليز. لا راه هي اللي غنيت وقيله تلبس ايوا شتي كاينه ديال مهدي موزين الاخرى، مشاو لي لي باغول ديالها شتي. انا ما صافي طاحت. ويا علم ربي اشنو دارت فيك ليا، ضحكت ليك ولا ضحكت علي، كنت حبيبي من اول كلمة جتم وما نبغيش حاجة تشمت بيه، ونسمع ليك ان شاء الله انا يا غير اخبار الخير، ما تفهمناش الصلابي
لو كان عرفتك صافي بليزير ونسمع عليك ان شاء الله. انا يا غير اخبار الخير ما تفهم ناس الصلابي، لو كان عرفتك صافي بليزير. برافو، تبارك الله.